صوت الشجر اللي كيمثل معنى الحياه. هدف. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه لجميع المشاهدين والمتبعين الاوفياء على نغمات هذا الهدف عفوا الجميل والرائع من جمعيه الغديره اللي سجلوا الان على جمعيه اجيال الغد. اذا اثاره وتشويق طبيعه الحال في دوري كره القدم بملعب بالشقرون اللي منظماه جمعيه من ملعب بن شقرون الاثاره والتشويق اللي منظمها بطبيعه الحال هذا الدوري او التروفيو كما كنسميوه هنا بمدينه العريش. التروفيو الاثاره والتشويق ما بين الفريقين اللي منظمها بطبيعه الحال هذا الدوري هي جمعيه بن شقرون. الملعب اللي هو تم اعاده التاهيل ديالو بطبيعه الحال من طرف شباب ديال الحي اللي بمجهودات ذاتيه والشخصيه بطبيعه الحال وبالات اللي هي اذا الاصابه الان احد اللاعبين والله انها تكون اصابه خفيفه وطيبه بطبيعه الحال، لان رغم الاجواء الممطره فساكنه الشباب ديال الحي حاضرين بطبيعه الحال كيشجعوا الفروق ديالهم، كل واحد كيشجع الفريق ديالو بطبيعه الحال. إذن أجواء باردة وممطرة ورغم التساقطات المطرية فشباب المنطقة والمدينة بطبيعة الحال حاضرين باش يستمتعوا بهذه الأجواء والمقابلة المثيرة والشيقة والممتعة بطبيعة الحال. إذن الفضل كيرجع بطبيعة الحال لجمعية العالي بن شقرون من هذا الدوري. اذا ضربه خطا خطيره الان قرب من مربع العمليات اللي فائده الغديره بشرط كره طويله وتدخل الدفاع وخطا كيعلن عليه حكم المقهى. رغم ضعف الامكانيات فجمعيه عبد العالي بن شقرون بطبيعه الحال لهم دور كبير في تعديل هذا الملعب اللي كان عامر بالنفايات والاسفل. الحمد لله رغم ان الارضيه عفوا غير صالحه لاجراء كره القدم، فالحمد لله انهم كما كيقولوا راضيين وكيطالبوا بطبيعه الحال من الجهات المسؤوله انها تدخل وتوفر على الاقل عشب لهذا الملعب باش اذا هجمه خطيره الان والهدف الثاني. هدف ثاني لجمعيه الغديره سجلت الهدف الثاني. اذا نتمنوا كما قلت ان القاء اذن صاغيه بطبيعه الحال من الجهات المسؤوله ويتم توفير ملاعب ديال العشب الاصطناعي. للاسف الشديد مدينه العريش كتفتقر الملاعب ديال القرب. وأن مدينة العريش يكون بطبيعة الحال فيها ملاعب القرب لأن فيها الشباب عندهم طموح بطبيعة الحال كامل الإصرار باش أنهم
يمارسوا الهواية ديالهم المفضلة كرة القدم. لمسات هجمة خطيرة تدخل الدفاع دابا كما كتشاهدوا فجمعية دوار الغديرة اللي ضاغطين بقوة خلال هذه المقابلة. النتيجة الآن لصالحهم بطبيعة الحال. اكيد بحال هاد التورنوات ديال رمضان وبحال التروفيات ديال رمضان خرجوا منهم طبيعه الحال لاعبين اللي كيلعبوا سواء في البطوله الاحترافيه ولا لاعبين اللي طبيعه الحال كيحملوا القميص الوطني ولاعبين اللي احترفوا في دول اوروبيه. عطاونا اجيال طبيعه الحال كره القدم وبدعوا عطاونا زين مشات الكرة لنا رمية تمس جديدة قوية لتدخل الحارس لينقذ المرمى ديالو من هدف محقق. مشات هجمة خطيرة الآن لدوار الغديرة جمعية عفوا دوار الغديرة اللي كيضغط بكل قوة جديدة قوية. أوه هدف ولا أروع، هدف رائع عن طريق الكبار بطبيعة الحال، هدف ولا أروع عن طريق لاعبين كبار